اكيد اي برنامج دلوقتي في العالم كله بيتكلم عن كرة القدم اكيد بيجيب سيرة نجمنا الكبير محمد صلاح. محمد صلاح الصراحة هنتكلم مع حضراتكم، يعني مش عايز اتكلم دلوقتي على الارقام والانجازات ونتكلم على كل ما وصل ليه محمد صلاح، لكن هاخد لحضراتكم لحتة تانية خالص. بصراحة انا بحس ان كل انجاز بيقدمه محمد صلاح هو بيحرج كل مسؤولي كرة القدم في مصر. بيوصل محمد صلاح في كل انجاز بيوصل لهم بيقول لهم انا واحد من بلد دي، انا واحد بقيت افضل لاعب في العالم دلوقتي، واحد منكم وصل انه يفوز بالبريمير ليج، واحد منكم وصل انه يفوز بكاس العالم للانديه، واحد منكم بيوصل انه يكون من افضل بل افضل لاعب في العالم حاليا، واحد منكم بيكون متواجد في اكبر محفل على مستوى العالم مع الامير ويليام ملك انجلترا، واحد بيقول لكم ان هو بيحارب من اجل نفسه ومن اجل بلده، واحد بيقول لكم ابحثوا عن المواهب. عايز اتكلم مع حضراتكم فعلا ان محمد صلاح في كل انجاز بيعمله هي رساله واضحه وصريحه لكل مسؤول لكره القدم في مصر ان احنا ندور على محمد صلاح تاني. العجيب في الامر ان يمكن خلال الايام اللي فاتت لقيت خبر صغير كده محدش بصله ان اتحاد الكرة او اللجنة الثلاثية في اتحاد الكرة بتمنع اي لاعب من مواليد 2007 انه ينتقل لاي حتة تاني بعيد عن بيته بخمسين كيلو. فكرت وقلت لو محمد صلاح في الوقت ده موجود وعنده 17 او 15 سنة واتطبق عليه دوت كنا هنشوف محمد صلاح دلوقتي احسن لاعب في العالم. يعني بنتكلم ان محمد صلاح زي ما بيبعت رسالة ونموذج للولاد الصغيرين، اي ولد صغير دلوقتي بتقابله في الشارع بيلعب كورة عايز تبقى ايه؟ محمد صلاح. مش في مصر بس على فكرة، روح في انجلترا وتجول في شوارع انجلترا هتتكلم على اي طفل يقول له انت عايز تبقى ايه؟ يبقى يقول لك انا عايز اكون محمد صلاح. محمد صلاح بالصورة اللي حضراتكم قدامكم ديت انه موجود على متحف لندن العالمي وتمثال من الشمع، هذا يعني هذا التمثال للكبار في العالم على مستوى السياسة على مستوى الرياضة على مستوى الثقافة محمد صلاح متواجد فيه. الرسالة اللي بعتها محمد صلاح رسالة فخر لكل الجماهير المصرية والعربية والأفريقية، ولكن كمان رسالة عتاب على المسؤولين على كرة القدم في مصر. مش عايز حد يزعل مني لأن أنا فعلا غيور كمان على بلدي بشكل كبير جدا. أنا في فترة من الفترات عشت برا وأكثر من 14 سنة في أوروبا، أي نعم طبعا ما وصلتش للمكان اللي وصل ليها محمد صلاح لكن شفت الناس بتشتغل إزاي. قرار اتحاد الكرة واللجنة الثلاثية مالوش أي معنى، إنك بتحرم ولد صغير عنده 14 سنة إنه ينتقل، إنه ما يكونش موجود في الصورة اللي حضراتكم بتتفرجوا عليها ديت، إن في يوم من الأيام من زمن بعيد يا جماعة، أنت يعني لو رجعنا بالزمن 10 سنين لورا محدش كان في مصر كلها يتخيل ان محمد صلاح هيوصل لهذه المكانة، لكن محمد صلاح نفسه صدق نفسه وصدق امكانياته وطموحه ورغبته وارادته ان يوصل لهذا المنظر حضراتكم شايفين فيه من افضل واكبر المتاحف الموجودة في لندن، صورة بالشمع للعظيم محمد صلاح، ومش اخر انجازات محمد صلاح، لكن بقول لحضراتكم ان محمد صلاح تاني. محمد صلاح كلنا فخورين بما يقدمه، مش احنا بس كمصريين، احنا عرب، احنا كمان في افريقيا فخورين بهذا الرجل، لكن كمان خلينا نتكلم بكل امانه ايه الرساله اللي بيقدمها محمد صلاح. دايما الناس بتسال سؤال، طب نستفيد ازاي من محمد صلاح؟ انا اقول لحضراتكم نستفيد ازاي من محمد صلاح. نستفيد من هذه التجربه العظيمه اللي ان شاء الله تستمر الى يمكن كمان محمد صلاح على الاقل ان شاء الله قدامه مش اربع خمس ست سنوات كمان للتالق. نستفيد من هذه التجربه من الصوره اللي احنا شايفينها قدام حضراتكم ان محمد صلاح متواجد في اكبر المحافل الرياضيه العالميه، موجود في معقل الكره العالميه في لندن. محمد صلاح من افضل لاعبي العالم حاليا. عايز اقول لحضراتكم ان احنا لازم نستفيد من هذه التجربه، نستفيد من التجربه ديت على مستوى التنقيب. ده لما بيكون يا جماعه في حد يقول لك والله انا لقيت بترول في الحته الفلانيه او لقيت اثار في الحته الفلانيه، الناس كلها بتجري وبتنقب في الارض عشان تدور على الذهب دوت. احنا عندنا الذهب ده موجود، عندنا مواهب كتيره جدا جدا، بس للاسف ما بنشتغلش ان احنا ندور ان احنا نحفر في التراب. محمد صلاح جاي من قريه صغيره في مصر، ان احنا دورنا كاتحاد كوره ايه؟
دلوقتي خلاص عندك رابطة الأندية المحترفة دي مسؤولة عن الدوري والمسابقات الدوري والبث و و و تمام. لكن الدور القوي دلوقتي اللي لازم يلعبه الاتحاد الكورة لكرة القدم انه ينقب على هذه المواهب. هتقول لي هو دور اتحاد الكورة كده؟ اقول لك اه، في ألمانيا بيشتغلوا كده، في اسبانيا بيشتغلوا كده. ازاي تطور اللاعبين؟ تطور اللاعبين، عندك ميزانية تبدأ تروح وتنقب وتلاقي لعيبة بمستوى هايل جدا، تبدأ تنقب على المدربين. احنا يا جماعة كل مرة يعني بندور فيها على مدرب لمنتخب مصر بنحوز مدرب اجنبي. طب مدرب مصري يقول لك لا المدرب المصري امكانياته مش عالية. طب ليه امكانياته مش عالية؟ عشان ما فيه كمان تطوير للمدرب المصري. هو احنا عندنا دلوقتي نقدر نقول عندنا مدرب عنده 34 سنة بيدرب فريق بحجم بايرن ميونخ؟ ناجلزمان مدرب عنده 34 سنة بيدرب بايرن ميونخ. عندنا يورجن كلوب، عندنا جارديولا، عندنا توخيل، عندنا انشيلوتي، ما عندناش. طب ليه ما عندناش؟ مش عشان ما عندناش مواهب، علشان المواهب اللي عندنا ديت مدفونه، زي كتير زي محمد صلاح مواهب مدفونه، كمان مدربين على مستوى عالي جدا جدا لغايه دلوقتي في مصر. لما يجي مدرب يقول لك ده عنده 50 سنه، لا ده مدرب لسه يعني مدرب شاب هنديله فرصه. 50 سنه دلوقتي في البوندسليجا اكتر من 13 مدرب في البوندسليجا اقل من 45 سنه. احنا ما بنشتغلش. احنا الرساله، وانا بتكلم على محمد صلاح، لان محمد صلاح هنتكلم عليه كتير، ارقامه وتحطيم ارقام و و و كل ده نتكلم عليه وكل الناس بتتكلم عليه. انا عايز اتكلم على محمد صلاح، الرساله الغير مباشره اللي بيبعتها لمصر ومسؤولي الكوره، دوروا على واحد زي نقبوا على النجوم. ده دور اتحاد الكوره، دور الانديه والناس. انا شفت الكلام ده، المانيا بتشتغل بالمنهج دوت. المانيا لما بيكون عندها نجم بتنوره وتلمعه وما بتهدوش. محدش في المانيا يقول لك اصل مولر، هو مولر ده بياخد كام في الشهر؟ هو بيدخله كام في السنه؟ الكلام ده يا جماعه يعني عبس. الكلام ده عمالين يدور في حلقه مفقوده ومش قادرين نتقدم بكره القدم اللي احنا فعلا انا شايف وشفت بره. احنا عندنا مواهب كتيره جدا، احنا ناقصنا التخطيط وناقصنا ناس بتشتغل بجد لمصلحه الكوره المصريه. انك ازاي يعني خلاص دلوقتي آن الاوان ان يكون خلاص اتحاد الكوره ساب كل ملف كره القدم لاداره محترفه واداره رابطه الانديه المحترفه. طب انت ايه دورك دلوقتي؟ دورك دلوقتي انك تنمي موهبه اللاعب المصري، انك يعني كل امكانياتك بتسخرها لصالح المنتخبات، كانت منتخبات ناشئين، شباب، منتخبات اولمبي. كمان على مستوى التحكيم، هو من 50 سنه كان عندنا كام حكم في كاس العالم؟ يعني خلال 50 سنه اللي فاتوا او 30 سنه اللي فاتوا كان عندنا كام حكم في كاس العالم اللي فات؟ كل ده شغل يا جماعه. اعتقد ان احنا آن الاوان ان احنا نشتغل بالطريقه ديت، ان احنا نفكر في مصلحه البلد، ان احنا نفكر في مصلحه الكره المصريه بجد، ان احنا نطلع اكتر من محمد صلاح. هتاخد وقت، اه هتاخد وقت، لكن هتشتغل مع الشغل، هتشتغل وهتطلع وهتنتج. المانيا من 2006 لغايه الوقت ده بيشتغلوا بخطه واحده، من خلالها كسبوا كاس العالم 2018. اسبانيا كانت اشتغلت من 2004 بخطه زي ديت، خدت منها كاس العالم وكاس اوروبا. اتفرجوا على اسبانيا دلوقتي، اتفرجوا على المانيا دلوقتي. انا بتكلم كده علشان فعلا محمد صلاح تاني بيرسل رساله واضحه وصريحه ان احنا عندنا مواهب في مصر. يا ريت الناس تشتغل، يا ريت الناس تاخد تحدي محمد صلاح واسرار محمد صلاح ووصول محمد صلاح لهذه الدرجه، انها علامه ان احنا نقدر نعمل حاجات كتيره جدا لو اشتغلنا صح وضحينا واشتغلنا بضمير واشتغلنا على نفسنا. هنطلع اكتر من محمد صلاح، هيكون عندنا مدربين على مستوى عالي جدا، هيكون الدوري المصري من اقوى الدوريات في افريقيا، هيكون عندنا فعلا منتخب مصري قوي يقدر يوصل لكاس العالم كل 4 سنين. مش كل مرحله لسه بتتاهل عشان توصل كاس العالم بنحط ايدينا على قلبنا يا ربنا النهارده يستر بس نتعادل او نكسب ليبيا. لا يا جماعه، الكلام ده مصر اكبر من كده بكتير. نشتغل وهنلاقي نفسنا خلال، مش هقول لك الكلام ده هيبقى بكره ولا بعده، خلال 4 5 سنين هتبدا. لو اشتغلت من دلوقتي هتلاقي عندك كل اللي بقول عليه ده، عندك محترفين على مستوى عالي جدا، محترفين كتير، عندك قاعده، عندك دوري قوي جدا، عندك كمان منتخبات على مستوى الاولمبي على مستوى الشباب قوي جدا، عندك حكام على مستوى عالي جدا يحكموا بطولات افريقيا وكاس العالم. كل ده محتاج شغل، كل ده محتاج اصرار، كل ده محتاج يعني زي ما بقول لحضراتكم ان احنا نتكاتف
بدل ما احنا عمالين دايرين في دايره فاضيه وبنتكلم على الدوري والانتقالات الاهلي والزمالك و كل ده ممكن نناقشه من خلال منظومه محترفه، لكن الاساس بتاعنا اللي بيبعته الرساله اللي بعتها محمد صلاح لكل مسؤول في كره القدم في مصر، دوروا على محمد صلاح داخل مصر. دي يمكن كانت يمكن مقدمه سريعه كده، لكن كان مهم جدا زي ما بقول لحضراتكم الانجازات الكبيره جدا بيعملها نجمنا الكبير محمد صلاح. رساله ان شاء الله تكون الرساله دي توصل لكل مسؤولي مصر، ان شاء الله الرساله دي اللي وصلت اوريدي لكل لاعبي كره القدم الناشئين في مصر وفي العالم العربي ان يكونوا في وقت من الاوقات محمد صلاح.